بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الفيديو رقم 3 واللي بعنوان convolution sum. طبعا كلمة sum ما هي تعني إلا أنه convolution الموجود عندي في discrete time، فكل تعاملي في هذا الفيديو فقط في الديسكريت تايم. لما ان شاء الله نروح للكونتينوس تايم راح يصير عندنا convolution integral. و طبعا النتيجة المشهورة اللي وصلنا لها واللي قاعدين نكرر فيها دائما انه LTI system، لما يكون عندي LTI system و input جاي لهذا ال LTI system، فال output of ال LTI system زي ما قلنا ما هو الا انه ال summation لل input signal مضروبة في ال impulse response of the system. طبعا ال k يكون from minus infinity to infinity وال k هو عبارة عن dummy variable. الان احنا ذكرنا برضو لو تذكرون في الملخص اللي سويناه في الفيديو رقم 2 ان هذه العملية تعرف برضو باسم convolution. x of n ال input signal convolved مع h of n. اذا انا برضو ممكن اقول انه ال output of LTI system is the input signal convolved مع ال impulse response of the system. الان تعالوا خلنا ناخذ هذه النتيجة اللي موجودة عندي ونحللها ونعرف ايش هو ال convolution. اذا ال convolution هو عبارة عن ال input signal convolved مع h of n، وقلنا ان هذا السيمبل هو عبارة عن السيمبل لل convolution ولا يعني multiplication، ما له اي علاقة في المالتيبليكيشن. ف الكونفوليوشن باختصار، كونفوليوشن باختصار هو اربع عمليات. شلون؟ اي نعم، الكونفوليوشن باختصار هو اربع عمليات. اول عملية فولدينج، ثاني عملية هي عبارة عن شيفتينج، هذه العملية الثانية، والعملية الثالثة هي عبارة عن مالتيبليكيشن ابليكيشن. اوكي، والعملية الرابعة هي summing. ببساطة من وين جت هذه؟ أنا أقول لكم إياها باختصار شديد. خلونا أول شيء عشان أشرح لكم هذه الطريقة نكتب النتيجة المشهورة اللي وصلنا لها، اللي هو عبارة عن إنه output of LTI system هو عبارة عن summation لل input signal مضروبة في ال impulse response of the system. طيب الآن خلونا نحلل ال convolution. احنا قلنا ان هذا هو equal convolution، صح؟ equal convolution واللي هو كان x of n convolved مع h of n، هذه كل الاشياء كتبناها. طيب الان هذه الاربع خطوات من وين جت؟ خلونا ناخذ h of n minus k ونشوف وش اللي فيها. الان لو اخذت ال h of k كذا، h of k بس، هذه عبارة عن impulse response of the system. لو تلاحظون لو أخذتها h of minus k من هنا موجود عندي h of minus k، هذه ما هي folding the impulse response، يعني كأني سويت time reversal the impulse response. طيب لو أخذت، إذا هذه أول عملية عندي folding، لو أخذت هذه ال impulse response اللي أنا سويتها fold وسويت لها shift بin، مش انا عندي العملية الثانية هذه هي الموجودة انه shifting. طيب الان عندي folding وعندي shifting. طيب الان العملية الثالثة لو اخذت ال impulse signal طبعا in term of x of k وضربتها في ال impulse response اللي انا سويت له fold وسويت له shift، مش انا سويت multiplication؟ نعم انا سويت multiplication، اذا هذه هي العملية الثالثة multiplication. اذا اكشن انا ما جبت شيء من عندي، هو بس اللهم اني قاعد احلل السميشن، النتيجه المشهوره اللي احنا قاعدين نتكلم عنها انا بس قاعد احللها. الخطوه الرابعه السميشن هي واضحه من السميشن اللي موجود. اذا وش هو الكونفوليوشن؟ الكونفوليوشن انك تاخذ الامبلس ريسبونس اللي عندك. يا جماعه هذا هو طريقه تحل السؤال الكونفوليوشن، تاخذ الامبلس ريسبونس اللي عندك ان تيرم اوف اتش اوف كي، تسوي لها فولد، وبعدين تسوي لها shift by n، وبعدين تضربها في الانبوت سيجنال، وبعدين تسوي لها summation. هذا هو باختصار الconvolution. كيف راح اسويه؟ راح اسويه الان عن مثال، عن طريق مثال،
وراح تشوفون انه في المثال نفس الخطوات هذه اللي انا قاعد اتكلم عنها folding, shifting, multiplication, summation قاعد اسويها في المثال. كل مثال الconvolution سواء في continuous time ولا في discrete time, هذه هي الخطوات اللي انا قاعد اسويها, ما في اي خطوات ثانية. طيب الان طريقة السؤال, بيجيني واحد يقول لي يا سلطان كيف يجي السؤال؟ طريقة السؤال ها بالعربي, طريقة السؤال اول شيء طريقة السؤال اما انه يعطيك اياها في جراف, يعني يعطيك ال h of n ويعطيك ال x of n جراف, واذا اعطاك اياها في جراف قل له كثر الله الف خيرك, لانك كذا انت عندك جاهز الحل. اللهم انك تاخذ ال impulse response تسوي لها fold, تسوي لها shift, تضربها في ال input signal وتسوي لها sum. لو اعطاك اياها as an equation, لو اعطاك two equation, يعني لو اعطاك h of n as an equation واعطاك ال x of n as an equation, في هذه الحالة انت لازم تاخذ هذه ال equation وتسوي لها graph, يعني ترسمهم كأنك ترجع للخطوة هذه وبعد كذا تكمل, تاخذ ال h of n تسوي لها fold, تسوي لها shift, تضربها في ال x of n وتسوي لها summation. هذه هي الخطوات باختصار. عشان تتضح الصورة خلونا نروح المثال ونشوف كيف نحل المثال. بسم الله. الآن السؤال كالتالي: given LTI system, يعني أنت الآن عارف أن السيستم اللي عندك هو عبارة عن linear time invariant system, ممتاز. وقال لك with h of n, h of n تمثل لي the impulse response of the system, إذا هذا هو the impulse response of the system, ممتاز. قال لك find the output of the system at n equal 5 و n equal 10 when the input signal, اذا في هذه الحاله هو اعطاني الطرفين, اعطاني ال x of n وكانت t equal عندي u of n, واعطاني ال h of n وكانت equal 3 over 4 to the power n في u of n. الآن أنا أقول له جزاك الله خير, أنت أعطيتني معلومة مهمة LTI system, إذن الأوتبوت بيكون X of N الـ input signal convolved مع الـ impulse response of the system, وأنت معطيني الـ X of N ومعطيني الـ H of N, فالآن على طول أروح وأوجد الحل. الآن الـ question معطيني الـ x of n و h of n in term of equation, فمعناته أنا لازم أرسمهم. فخلونا أول حاجة ناخذ الـ h of n ونرسمها. أول معلومة مهمة أبغاكم تعرفونها أنه دائما الـ axis تتغير عندي من h of n إلى h of k, فبالتالي الآن الـ axis الموجود عندي هنا هو عبارة عن k و h of k. الـ h of k كانت equal h 3 over 4 to the power k u of k, اذا تغيرت الان, اشيل ال n واحط مكانها ال k, ممتاز. هذه اول خطوه. الان لو تلاحظون انا عندي exponential signal, نرجع لموضوع ال elementary signal, عندي exponential signal ال k فيها between the minus 1 وال 1, اذا exponential signal اللي عندي growing ولا decaying؟ اكيد decaying, فمعناته انا ارسمها بما انها مضروبه في u of k, فانا عارف انه less than zero السيجنال عندي كلها zero, اذا السيجنال كانت قبل الزيرو, قبل الزيرو equal zero. اوكي طيب الان لما وصلت عند الزيرو هنا عندي ال k equal zero, فلما اعوض بزيرو 3 على 4 to k to zero, اذا 1 مضروبه في 1, إذا راح يكون عندي هنا السيجنال ب1. لما ال k equal 1 لو حسبتوها راح تجدون ان السيجنال equal 3 over 4, ولما equal 2 احسبوها وراح تجدونها هي عبارة عن 9 على 16, ولما equal 3 equal 27 على 64. إذن السيجنال قاعد تصغر, decaying signal إلى أن تصل إلى الزيرو, ممتاز. إذن أنا رسمت أول حاجة الـ h of k, إذن أنا إلى الآن ما سويت شيء من الخطوات, اللهم أني رسمت الـ h of k لأن ما عندي حل.
واليو اوف كي انا عارف انها هي عباره عن يعني الانبوت سيجنال هي عباره عن يونت ستيب فانكشن، فاليونت ستيب فانكشن معروفه 0 0 0 0 الى ان توصل الى ال1 وبعد كده تتغير السيجنال 1. اذا الان خلاص رسمت ال h of k ورسمت ال u of k، نروح الى الخطوه الاولى اللي هي تعرف باسم folding. ممتاز. طيب اذا راح اخذ ال h of k واسوي لها folding، فاللي راح ينتج عندي سيجنال minus k، اذا 3 over 4 to minus k مضروبة في u of minus k. ممتاز. اذا اللي راح يصير ان السيجنال هذه راح يصير لها folding، فكأني سويت time reversal. اذا هذا الاكسس ما راح يتغير، راح يكون نفسه، وهنا عبارة عن انه عند الزيرو، وبعد كذا راح يتغير عندي الاكسس، فهنا راح يصير بدل 1 راح يصير عند الماينس 1، ونفس النتيجة 3 على 4 9 على 16 عند الماينس 2 و 27 على 64 عند الماينس 3، وبعدين راح تكمل السيجنال. طبعا هنا راح يكون 0 0 0 0 0. اذا انا سويت الاول عملية الفولدينج، الان خلوني اسوي ايش؟ الشيفتينج. طيب الان ركزوا معايا يا جماعة في الموضوع، هنا k، هنا اللي راح اسويه انه h of n minus k، اذا راح يصير عندي 3 على 4 n minus k في u of n minus k. كيف شكلها السيجنال راح يصير؟ اذا انا راح اسوي شيفت للامبلس سيجنال اللي انا سويت لها فولد، راح اسوي لها شيفت باي ان. اذا الان اذا عندي قيمه الان بوزيتيف فانا موف رايت، واذا الان قيمتها نيجاتيف فانا موف ليفت. خلوني اكتبها في الجهه الثانيه، اذا الان قيمتها بوزيتيف انا راح اروح رايت، اذا الان قيمتها نيجاتيف انا راح اروح ليفت. تقولوا لي ليش؟ لانه انا عندي ماينس كي، انتوا خذوا اي سيجنال حاولوا ترسمونها فيها، بعد ما تسوي لها فولد حاول تسوي لها موف، شوف كيف تتحرك معك. فانا الان لما يكون بوزيتيف، راح تحرك رايت، لانه انا قاعد اسوي شيفت الفولدد سيجنال. اوكي، فالان بوزيتيف راح تروح رايت، نيجاتيف راح تروح ليفت. اذا انا اللهم اني سويت لها شيفت باي ان، ولو تلاحظون هي هنا كانت عند الزيرو، فلو اسوي لها اضيف لها ان فراح تروح اكيد رايت، وبعد كذا تكمل السيجنال عادي زي ما هي. فكانه انا السيجنال اخذتها وسويت لها شيفت. طبعا هنا لازم تصغر السيجنال حتى توصل للزيرو، وهنا راح تكمل زيرو. الان الخطوه الاخيره اللي هي ايش؟ ملتبلاينج. نرجع نرسم السيجنال نفسها مره ثانيه. اوكي، h of n minus k، واللي طلعت هنا عندي n، وبعدين راح تنقص. طبعا هنا راح يكون عندي n ناقص 1 n ناقص 2 n ناقص 4 and so on. باقي عندي multiplication، اني اضرب الامبولس سيجنال في الامبولس ريسبونس. هنا كانت ال u of k ورسمناها. الان اذا بسطت الخطوة هذه انا الان في السيف سايد. الخطوة اللي باقي عندي انه multiplication و summing، الخطوة رقم 3 و4. فانا كأني قاعد اخذ السيجنال هذه واسوي لها سلايد. اوكي، فاسوي لها سلايد اوفر السيجنال هذه. اوكي، طبعا الاكسس هنا عندي كي وهنا عندي يو اوف كي، فكأني اخذ السيجنال هذه واسوي لها سلايد. اوكي، واضربها في السيجنال هذه اليو اوف كي، وفي نفس الوقت قاعد اخذ السم. كيف؟ الان لما الان هذه الان تكون اقل من الزيرو، الـ output of the signal y of n ما تتفقون معي ان equal zero. اذا لما يكون الـ n less than zero انا فعليا قاعد اضرب في zero، فالسيجنال قيمتها zero، صح؟ فالان يعني طالما انا قاعد اسوي fold، قاعد اسوي slide للسيجنال وانها less than zero، فالان السيجنال عندي الـ output حقها راح يعطيني zero. طيب لما يكون الـ n greater than or equal zero، الان بيطلع يظهر عندي output،
الاوتبوت هذا هو عبارة عن الفولوينج، راح يكون summation as the k goes from 0 to n. الان الان دخلت خلاص، كاني انا سويت السلايد، يعني كان الان الان هذه واقفه هنا، لو ارسمها بلون ثاني، كان الان هذه هنا وهنا عند الواحد، فالان الان هنا كانها دخلت المنطقه هذه في الاريا هذه. فلما يكون الان greater than or equal 0، طبعا انا هنا اتكلم على h n h of n minus k، انا هي اللي قاعد اسوي لها سلايد. فلما يكون ال n greater than or equal 0 y of n k from 0 to n، دائما راح السميشن راح يكون عندي from 0 to n، يعني هذا السيجنال لو كانت داخله هنا، لو انا هنا كذا، فانا كاني قاعد اسوي سميشن من الزيرو الى ال n. طبعا النتيجه دائما هي عندي، بما انه عندي اللي هي راح تكون 3 على 4 للسيجنال هذه، هذه اكيد انا بعد ما سويت لها راح يكون عندي 3 over 4 n minus k few of n minus k، ف n minus k few of n minus k. اوكي، طبعا ما يحتاج اكتب هذه لانه هي قيمتها دائما 1، فما تفرق معي اني كتبتها. ف 3 على 4 n minus k مضروبة في السيجنال الثاني اللي موجود عندي اللي هو ال U of K، وال U of K برضو قيمتها 1 فما تفرق، نفس الحكاية. الآن بالنسبة لهذا السميشن، في عندي سيريس مشهورة لما يكون عندي K goes from 0 to L B to the power K. أوكي، فالحل له دائما يكون 1 minus ال B، يعني البيز اللي موجود عندي هنا، في L plus 1، يعني اخذ ال L هذه وازود عليها 1، ما تحت في المقام 1 minus B دائما. فعندي نفس النتيجة هنا، لكن قبل ما اسويها لو تلاحظون ان انا عندي K from 0 to N، ممكن اكتبها as 3 over 4 N في 3 على 4 N minus K، صح؟ طيب الان انا عندي k، فالn هنا هي عباره عن كونستانت، فاخذها برا السميشن، 3 على 4 to the power n summation as k goes from 0 to n 3 على 4 minus k. استل انا لسه ما وصلت لهذا النتيجه، لكن هذه 3 على 4 اس minus k، 3 على 4 اس minus k، مش انا ممكن اكتبها 4 على 3 k، مضبوط؟ اذا 3 على 4 to the power n summation as k goes from 0 to n 4 على 3 to the power k. الان لاحظوا هذا summation هو تقريبا في نفس الصيغة اللي موجودة عندي هنا، فبالتالي انا اقدر استخدمه، فخلوني استخدمه، بيصير عندي 3 على 4 to the power n في 1 minus البيس 4 على 3، ال كان equal عندي n، فيصير n وازود عليه 1 على 1 ناقص 4 على 3. اذا هذا هو الاوتبوت اللي موجود عندي. الان هو قال لي اوجد لي اياها، لو تلاحظون في السؤال لما ال n equal 10 ولما ال n equal 5، اذا ببساطة اللي راح يصير التالي، اني راح اخذ y of n equal واعوض بقيمة ال n، فيصير 3 على 4 to the power 5 1 ناقص 4 على 3 5 زائد 1 1 ناقص 4 على 3، وراح تجدون الجواب هو عبارة عن 3.288. اذا ال output y of n لما ال 5 لما ال n equal 5 هو هذا هو. وان جنرال هذا ان جنرال، انه الاوتبوت ان جنرال. الان ما تتفقون معي ان هذه الطريقه هي اسهل بكثير من الطريقه اللي استخدمناها في الفيديو رقم 2. طبعا لما ان ايكوال 10 نفس الحكايه، بس انك تعوض. الان هذا هو
طريقة الكونفوليوشن. الفيديوهات الجاية إن شاء الله تقريبا فيديوهين راح أحل فيهم أسئلة، وراح أنتقل بعدها إلى الكونفوليوشن انتجرال في الكونتينوس تايم، وبقية التشابتر راح نقضيه في حل أسئلة. أتمنى أنكم فهمتم، نتوكل بمشيئة الله للفيديو القادم.